أقول له عايش نبينا وشاف إسلامه، لقرر لكل منهم نحرا أو إعداما. أحاديث النبي تنفهم مقلوبي، وحتى القرآن وحوروا كلامه. أكو دين لما تفهمه تنعجب بيه، واحتوى الدين كرهوا بي ناسا واسلاما. أتينا لنصرة السنة، هيش يقول، وما حد أكلها غير السنة أصحاب العمامة. ذبح ونحر وأنواع تعذيب، يقول لك رافضي مرتد أو فرس حكامة. أتينا للفتح دخلناكم الإسلام، وقبلنا شنتو بس بالهوية إسلام. لا، احنا اسلام واهل الدين، واسلامكم عباره عن تنظيم وذي موحد وانتماء المجموعه معينه واقواما. وخلصت شبابنا من الحد والرجم، وانتو شياطين بذي قندهاري وغطره وبجامه، يتحجج على اللحيه على الايزار، وهو فيك ومتهندس بهندامه يشم ريحتك. وين الله وبيك دخان، وانت عيوني تغطيهن بيوت هجامه. غزل اسلامي وما شايفه أخلاق، كون انهجم بيتك فوقك هجامة. ولو شاف زوجي يقود مرته من ثولة من الخمار، يعتقلهم يسلمهم بيد رجامة. والحاصل ياهو الشافه بالحسبة وما طلع بسلامة، ما ضيق رح حرامي أو بواق غاز، وجاي ومسوي روحه ما طاخ قبلا حرامه. ولو ركب تاكسي طفي الراديو يقول بدعة مو من زمن الرسول، على أساس السيارة من صنع البخاري وتصدير أم سلامة. يا عمي أجر له قافلة وجمل واذهب مهاجرا لأرض الحرامة، هناك الجهاد حق واجب قتل اليهودي شرفا لك ووساما. ولو متت برصاص كافر ضامن جنة لك تنتظرك يوم القيامة. مو جاي تحارب لي مسلم وتحرر أرض حرة، أب عن جد عن عمامة. وتفجر نفسك وانت تعرف قتل النفس أكبر حرامة، وتهجر شعب ما شاف راحة بيوم، وتخليه يحلم بدولة كفر ياخذ إقامة. عيشوا بفقر لجل الإسلام، وهم دفاتر دخلهم بالمطاعم أكلهم وسيارات آخر فخامة. خلافة على منهاج النبوة، والخليفة اللي كان لو عنده قرصة خبز يوزعها بين الأيتامة. وخليفتنا اللي ما ندري عنه وين، وطلع ماضية بسجن غوانتناما، سوى ديوان زكاة يوزعها للفقراء، يصرف امواله على سفراته والخامه. مره واحده شفناه بالتلفزيون وحشانا نظامه، اذا جيناكم بالذبح والخمط ومع السلامه. واشكال سويتوا بينا، وحاسبتوا الطفل على الابتسامه، وبكتب اسم الغنايم بيوت الناس، وبيهم من ينطق شهاده، وبيهم من كان للمسجد امامه. الحمامه الها حوبه، لو خربت عشها تدعي عليك الحمامة. شلون اللي بنى بيته بدمه وجاب الغرض بكسرة عظامه، والقال داعش يا ويله تنصب مشنقته ويصلى بالرصاص من راسه لقدامه. واهل الموصل جينا نعلمكم غيره، واحنا اصحاب الشهامة. وقطعتوا النت والدش والستلايت تقليدا للكفار، والتشبه بهم حرامة، وانتو كل اسلحتكم مستوردة من اوباما. وحطمتوا العلم ولغيتوا من أشكال وصنفتوه أقساما، وفجرتوا الجوامع وحطمتوا التاريخ والأدب والحضارات وكسرتوا الأقلام. والرايات صارت سود حزينة من الكذب، لغيت ألوان الحياة وي ألوان العلامة. اتقوا الله، بسببكم جيش الصوارم ربنا ما نصر سهاما. العلة بيكم يا خويا، بزوتكم ربنا سواها ظلامة، وغسلوا عقول الصغار حورية تنتظر بالجنة. وسلموا لكل منهم ناسفا حزامة، وكبير البيهم قاعد يضرب بهالسري ومدثر ودافي بمنامة. لمن يحجي وياك تقول صديق وفطح بالدين ومقنع كلامه، وتجي على الفعل عكس اللي قال، وتشب براسك ألف استفهام علامة. تشوف الحكي مسلم نبي، وتشوف الفعل سفاح ومتعطش للدمامة. وبعد كل هذا يصيح أتينا لنصرتكم أنجيناكم من الظلامة، ومن لا يرضى بخلافتنا
تسبى نساؤه ومع مقابر المرتدين نسجل له الانضمام، ومن ينطق برفع حرف يسجن ويجلد وحق لنا لداره الاقتحام. وقلب جندي قلب جندي من الجنوب جانا ماكو بقلبه فرقه، وقلب جردي قلب جردي النبل من شاف الاسود مشكله 16 فرقة من أرض جدي. ومودع وهاي وياك يا داعش الفرقة، ويا الجاي براية أمل رد الضحكة الموصلنا الحزينة. وداخل أدابيب الزهور من البنات شفنا هي هاي البنت المصلاوية، شفنا بنات عندهم كلش إبداعات وهوايات، شفنا بنية تكتب قصة، تألف كتاب، شفنا أكيد عندها معرض يصير معرض طعنة كشبكة منظمات، إن شاء الله ندعم كل المواهب الموجودة داخل مدينة الموصل وداخل المدارس. فريق شبابين والتأخي متواجدة وياكم دائما شبكة منظمات المجتمع المدني، وصراحة هي هاي اللي كنا نتأمل بيهم، هم هذول بنات الموصل، فإن شاء الله نكون وياكم دائما بحملات جديدة ومن داخل الموصل ان شاء الله نروح لحملة جديدة ومكان جديد. وتحياتي لكم بايبر.